بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي الصادق الوعد الأمين، النبي المعظم والرسول المكرم، سيد ولد آدم باتفاق وخير البرية على الإطلاق، عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه ونجيه ووليه ورضيه وخيرته من خلقه سيد المرسلين والمقدم لامامتهم وامام النبيين وصاحب شفاعتهم اللهم فصل وسلم وشرف وكرم وزد وبارك على هذا النبي العربي الامين حق قدره ومقداره العظيم اما بعد ايها المشاهد الكريم اهلا بك ومرحبا على موقع شروق الاسلام واسال الحليم المنان ان يجعلنا من عباده المخلصين وان يستخرج منا ما يرضى به عنا ايها المشاهد الكريم نعيش مع ايه من كتاب ربنا جل وعلا هذه الايه تبين لنا فضل الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربنا جل وعلا في عليائه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي العربي الامين ما اتصلت عين بنظر وما سمعت اذن بخبر وسلم تسليما كثيرا قال ابن كثير في تفسيره اخبر الله تبارك وتعالى عباده بمنزله النبي صلى الله عليه وسلم في الملا الاعلى وأنه يصلي عليه هو وملائكته فأمر الله العالم السفلي بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يجتمع للنبي عليه الصلاة والسلام الثناءان ثناء من الملأ الأعلى وثناء من العالم السفلي وهذا من تكريم الله تعالى لنبيه قال ابن القيم رحمه الله تعالى ان كان الله وملائكته يصلون على النبي عليه الصلاه والسلام فصلوا انتم عليه ايها الموحدون بالله تعالى بل اسمع الى ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي عليه الصلاه والسلام من صلى علي واحده أي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا وهذا من إكرام الله تعالى لمن صلى على النبي عليه الصلاة والسلام بل عند أحمد في مسنده وعند ابن ماجة في سننه من حديث عبد الله بن عامر قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يصلي عليه إلا صلت عليه الملائكة ما صلى عليه فليقل العبد من ذلك او ليكثر بين عليه الصلاه والسلام انه ما من عبد يصلي على النبي عليه الصلاه والسلام الا صلت عليه الملائكه ان اقل العبد في صلاته على رسول الله قلت صلاه الملائكه عليه وان اكثر العبد من الصلاه على رسول الله اكثرت الملائكه من الصلاه عليه بل في مسند احمد وعند الحاكم في مستدركه من حديث عبد الرحمن بن عوف قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فاطال السجود فقال صلى الله عليه وسلم اتاني جبريل فقال يا محمد من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه قال عليه الصلاه والسلام فسجدت لله شكرا بل في سنن الامام الترمذي من حديث ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه وارضاه قال كان صلى الله عليه وسلم اذا ذهب ثلث الليل الاول كان يقول اذكروا الله اذكروا الله اذكروا الله جاءت الراجفه تتبعها الرادفة جاء الموت بما بعده جاء الموت بما بعده قال أبي اذكر الموت اذكر الموت قال أبي فقلت يا رسول الله إني أكثر من الصلاة عليك فأم أجعل فكم أجعل لك من صلاتي فقال عليه الصلاة والسلام يا أبي ما شئت فقال أبي يا رسول الله أجعل لك ربع صلاتي فقال عليه الصلاه والسلام ما شئت وان زدت فهو خير لك قال اجعل لك نصف صلاتي قال النبي عليه الصلاه والسلام يا ابي ما شئت وان زدت فهو خير لك قال ابي يا رسول الله اجعل لك ثلثي صلاتي قال النبي عليه الصلاه والسلام ما شئت وان زدت فهو خير لك قال ابي يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها فقال عليه الصلاة والسلام إذا تكفى همك ويغفر ذنبك فدل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لأبي بن كعب أنه إن جعل صلاته كاملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كفاه الله تبارك وتعالى همه وغفر الله ذنبه، قال ابن القيم: ذهبت الى ابن تيميه وكان معه الامام الذهبي وكان معه ابن كثير، قال ابن القيم: ذهبت لاساله عن معنى هذا الحديث، فقال ابن القيم فقال ابن القيم: قال ابن تيميه رحمه الله. ان ابي بن كعب خصص وقتا في يومه وليلته يدعو فيه ربه تبارك وتعالى فسال نبيه عليه الصلاه والسلام كم اجعل لك من الصلاه عليك في هذا الوقت الربع ام الثلث ام النصف فدله النبي عليه الصلاه والسلام انه ان جعل الوقت كاملا للصلاه والسلام على رسول الله كفاه الله همه وغفر الله له ذنبه، قال ابن تيميه كلما كررت الصلاه على رسول الله اثنى الله عليك في الملأ الاعلى ومن اثنى الله عليه في الملأ الاعلى كفاه الله همه وغفر الله له ذنبه، ايها المشاهد الكريم في سنن الامام الترمذي وفي مستدرك الامام الحاكم من حديث كعب رضي الله تعالى عنه وارضاه قال عليه الصلاه والسلام امين 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 لما صعد على المنبر امم النبي عليه الصلاه والسلام امم ثلاثا فساله ابي يا رسول الله رايناك تصنع شيئا ما عهدناه عليك اممت ثلاثا يا رسول الله فقال عليه الصلاه والسلام اتاني جبريل فقال يا محمد بعد من ادرك رمضان ثم خرج منه فلم يغفر له يا محمد قل امين قال فقلت امين ثم قال جبريل عليه السلام يا محمد بعد من ادرك والديه او احدهما عند ولم يدخلاه الجنه يا محمد قل امين قال فقلت امين ثم قال جبريل عليه السلام يا محمد بعد من ذكرت عنده فلم يصل عليك يا محمد قل امين فقال عليه الصلاه والسلام امين ومعنى بعد اي خاب وخسر من سمع اسم النبي عليه الصلاه والسلام ولم يصلي عليه اذ انه صلى الله عليه وسلم هو القائل كما في سنن الترمذي من حديث ابن مسعود اولى الناس علي اكثرهم علي صلاه وهو صلى الله عليه وسلم الذي امرنا بالاكثار من الصلاه عليه فاولى الناس برسول الله من اكثر الصلاه عليه واحب الناس الى رسول الله من اكثر من الصلاه عليه اذ ان الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوز في الدنيا ونجاه يوم العرض على رب العباد جل وعلا اذ هي امتثال لامر الله تعالى الذي قال في قرآنه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما غفل عنه الغافلون وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم هذا وصلى الله وسلم وبارك عليه وجمعنا الله بنبينا في مستقر رحمته وسقانا ربنا من حوض نبينا شربه هنيئه لا نظما بعدها ابدا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته